لمتابعي قناة شاب قناة شوف تي في، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من عاصمة البوغاز. اللهم زد وبارك. أمطار الخير تتهطل بغزارة بمدينة طنجة بعد الواحدة ليلة. الحمد لله الأمطار الخير اللي شفناها قبل ساعة من الآن في تمام منتصف الليل لازالت تتهاطل بغزارة ولازالت تتزايد بغزارة على مدينة طنجة. اللهم غيث النافع يعني رب العالمين. ما شاء الله صراحة أجواء جميلة جدا. اسمعوا الصوت ديال الشتاء، ربما هو أجمل من صوتي. أنا متأكد أن بزاف ديال الناس متوحش لهذا الصوت، فغنخليكم تسمعوا هذا الصوت شوية. سبحان الله ما شاء الله. ما عرفت واش حتى نتوما لاحظتوا البرق اللي ضرب دابا. فالحمد لله على هاد النعمه هادي، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. حمزة ما شاء الله، الله الحمد لله على الخير. الله لا يسكن الغيث، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فعلا المغاربة كلهم في امس الحاجة لمثل هذه المشاهد في مدنهم ومناطقهم. اللهم ارزقنا غيثا نافعا يا رب العالمين. كما قلت متابعي الأوفياء، اللهم بارك. قطرات الغيث تتهاطل بغزارة في عروس الشمال في هذه الأثناء، اللهم بارك. ما شاء الله نشوف الأجواء ديال الشارع. ما شاء الله ما شاء الله. أزهر محمد، اللهم آمين يا رب العالمين. إلياس بن علي حتى في تطوان، فعلا فعلا شفنا مدينة تطوان في بثوث مباشرة عبر قناة الشعب. فعلا كانت أمطار الخير وبدات اليوم بكري قبل من مدينة طنجة. حتى هنا في تطوان شتيوة تبارك الله، الحمد لله رب عزيز، الحمد لله رب، الحمد لله. فعلا واجب علينا أن نحمد الله ونشكره على هذه النعمة هذه اللي كيف ما قلت كنا ننتظرها على أحر من الجمر. عبد الحليم الحمد لله أخي.
فعلا الإنسان إلياس، اللهم أمين يا رب العالمين. فعلا الإنسان في مثل هذه المشاهد كيقول اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. الإنسان واجب عليه أنه يحمد الله عز وجل